وصلت أنا إلى قرية من القرى الآن وجمعناهم وجاء الزعيم مثلا، لماذا نبدأ؟ أول ما تبدأ به في محاسن الإسلام، ذكر محاسن الإسلام، ما تميز به الإسلام. نعم. طبعا لابد من معرفة المدعو من هو، هل هو وثني أو نصراني، يعني لأن كل واحد له طريقته. نعم. الكلام عن محاسن الإسلام يشمل الجميع، يشمل الكل، يشمل الجميع، لكن النصراني له طريقة في إقناعه. نعم. المشرك له طريقة في إقناعه، فتستخدم ما تحتاج من يعني من الأدلة العقلية لإقناع المقابل، لكن دون مجابهة يا شيخ، يعني ما أتكلم مثلا أول ما تبدأ لازم كلام عام، كلام عام، بعدين احرص على أنك تنهي المجلس بهذا الكلام العام. خلاص. أيوة. نعم. ليش؟ لأنك إذا كنت أنت المتكلم أكثر القلوب مالت لك، سبحان الله، فإذا جاء أحد سألك سؤال ممكن يغير، ممكن يغير رأي الجميع وليس واحد فقط. نعم. أيوة. لذلك أول ما تبدأ بكلام، وبعدين من يا أخواني يعني يحب الدخول في هذا الدين؟ ما شفت هذا أكد عليهم هذه المسألة، وأن نحن لماذا خلقنا، لماذا خلقنا الله، قد نموت يعني في هذه اللحظة، قد كذا، المهم تؤكد عليه قضية. نعم. الدخول في الإسلام. إذا جاء أي أحد يسأل، طيب الأسئلة خليها وقت يعني. نعم. بعد ما ننتهي يا أخوان، بعد ما ننتهي، لأنه مجرد يدخل واحد يشوش عليك. لا، مجرد يدخل واحد في الإسلام، لو دخل واحد سيدخل الجميع، يدخل الجميع. أي. نعم. سيدخل الجميع. وأيضا التركيز على الأطفال مهم ترى، سبحان الله، يعني الأطفال الصغار كونك أنت توجه دعوة لهم سبحان الله له أثر، يعني قد لا يسلم الكبير، يسلم الصغير، لأنه يعني إن وجدنا أبانا على أمه متعصب. أيه متعصب. أيوه. لكن الطفل الصغير ما عنده تعصب، يعني إذا يعني رغب فيك ويعني شعر بأن كلامك جيد، لهذا قلت لك الحلاوة. أيوة. طيب. أبدا. كنا إذا كنا ذهبنا إلى قرية لا بد من الحلاوة. الحلاوة. أيوه. الحلاوة معنا. والنساء وكذلك النساء يعني دعوتهم مهمة، لكن الأطفال أولا، وأيضا النساء يعني رغبة يعني إحداهن في الدخول. طيب، وتنطقهم بالشهادة، وإيش تصنع إذا جاء أحد قال أنا أرغب الدخول بالإسلام؟ نطقوا بالشهادة بالعربية أولا. أيوة. ثم بلغته يفهم معناها. نعم. ولو نطقها بلغته لا بأس يعني، وأيضا تشرح له أركان الإيمان وأركان الإسلام. نعم. في وقته، في وقته. أي. نعم. وأنه والله وجب علينا كذا وكذا وكذا، وخلاص يعني هذا الآن بهذه الطريقة أنت أخونا يعني مسلم، وأصبحت يعني كامل الإسلام. بعد هذا إذا أي واحد يبغى يناظر ممكن يعني تناظره، وإن ابتعدت عن الناس هذا أولى. الأولى ابتعاد. أيوة. ابتعاد. نعم. الناس يعني تكون يعني مناقشة فردية وليس جماعية. مع هذا اللي يريد يناظر. أيوة. لأنك ما تعرف يعني ما هي الشبهات التي يطرحها. صحيح. أحيانا تكون شبهات يعني بالعكس حجة عليه لا له، ومؤيدة لك وليست يعني مؤيدة له، لكن بعض الناس لا، هو لا يريد، لا يريد التشويش بس. أيوة. يريد، لا يريد الدخول الإسلام، لكن يريد التشويش. تشويش. وعلى حسب يعني بعد مع الدربة يعني يتسبب كثير يعني. يعني أذكر مرة جاء أحد كان معنا الشيخ صالح سندي ما شاء الله، فقال له يلا أنا أبغى أدخل في دينك. نعم. إذا أقنعتني، إذا أقنعت لا أدخل في دينك، يلا اشرح لي دينك. نعم. فأكثرهم ما هو عارف دين يعني، وإنما يردد أشياء يعني. يردد. أيوة. فلو قال مثلا الله يعني المسيح هو الله، طيب أنا أريد أن أفهم يعني كيف هو الله وكيف هو ابن مريم يعني. نعم. خرج، تعرف من فين خرج ابن مريم؟ من فين يخرج؟ نعم. من فين يخرج؟ هل ترضى لربك أنه يخرج يعني من هذا الموضع؟ نعم. كيف هو ابن، كيف هو كذا؟ لا، هو الله وثالث ثلاثة يعني، هم ثلاثة وواحد هم واحد. فتبدأ تناقش، هذه يعني هذه أكبر شبهاتهم، والرد عليها سهل جدا يعني، بس يبغى لك شوية يعني معلومات وكذا. فأقصد أن المناقشة تكون تحرص على أنها تكون لوحدها فردية، فردية، وبعد ما تعرض الإسلام يعني الإسلام والدخول في الإسلام يعني، إذا وجدت أنهم معاندين وما يعني ما أسلموا، فكونك ترد على شبهاتهم هم موجودين، هذا أنفع لهم. أنفع. أيوة. لأنه كل واحد عالق بذهني نفس هذه الشبهات، فإذا رددت على واحد كأنك رددت على الجميع. لكن الغرض الشيخ من الإتيان ليست المناظرة ولا مناقشة، لا هو غرض الدخول في الإسلام. وأحيانا بعض الناس يضيع هذا بالمناظرات وكذا. والله شوف، أنا يعني كان في أخونا اسمه محمود من كينيا،
هذا كان نصراني بل كان زعيم من النصارى يعني في مناطق في كينيا. نعم. وربته الكنيسة الأمريكية كانت توفق عليه يعني من هو صغير. والله هداه الإسلام. سبحان الله. إيه والله هداه. كان يشرف على 82 كنيسة في كينيا. فالله هداه ما لي أحد فضل عليه سبحان الله. الله هو الهادي سبحان الله. إيه والله. يقول لما انتهيت من جولتي ذهبت إلى مكتبة المسلمين. نعم. كنت أجيب يعني مكتبة صغيرة. لأخ يمني توفى الله يرحمه كبير في السن جنب المسجد. يقول وجدت كتاب اسمه أركان الإيمان. أخذت هذا الكتاب أتصفح وإذا به يوجد فيه عيسى عيسى ويوجد فيه مريم. نعم. سورة باسم أم عيسى. نعم. قلت والله هذا إيش هذا الكتاب يعني المسلمين يعني طيبين مع عيسى ويذكرون مريم ويذكرون نعم. قلت فأخذت الكتاب وأعجبني قلت له عندك القرآن أبغى سورة مريم. نعم. قال والله القرآن باللغة الإنجليزية ما يعني مترجم يعني لكن يوجد في العاصمة. نعم. هذه المدينة اسمها كيسومو تبعد عن العاصمة 400 كيلو. نعم. طبعا 400 كيلو في أفريقيا تعتبر 1000 كيلو طبعا لأنها تحتاج إلى أكثر من 1000 كيلو. أيوة. نعم. فيقول مشيت مباشرة حتى ما أخبرت السائق ولا أخبرت أحد. نعم. حتى ما أحد الله أراد هدايته بس سبحان الله. يقول فوصلت إلى نيروبي في مسجد هناك مسجد يعني أكثر الجالية هناك جالية الصومالية. أيوة. أي نعم. ففي مسجد أبو بكر. أبو بكر نعم. فيقول أخذت اشتريت المصحف وحتى ما استطعت أني أنتظر استأجرت فندق كان معي واحد زميلي يقول استأجرت فندق وأخذت أقرأ في الكتاب هذا في القرآن سورة مريم سبحان الله انشرح صدر الإسلام وقلت لصاحبي هذا قلت له ترى أنا أبغى أسلم تسلم معه قال لي خلاص نسلم سبحان الله. أيوة سبحان الله. هذا مات سبحان الله أسلم لكن يعني لما راحوا رجعوا مات بحادثة بعد أيام سبحان الله. سبحان وهذا الله. الأخ بقي طبعا هو خبير بالإنجيل. بالإنجيل. أيوه. وأصبح يذهب إليهم ويناظرهم وأنا حضرت بعض المناظرات. نعم. يعني يأتي في حديقة كبيرة وبالميكروفونات ويجمع الناس. نعم. فيأتي الناس ويذكر لهم بعض المواضع في الإنجيل ويناقشهم ويناظرهم فيها. ما شاء الله. يعني أشياء تشبه الإسلام أشياء يعني مخالفة للعقل أشياء كذا يعني يناقش ودخل على يدي ذيك الأيام يعني هذا كلام قديم يعني عنده سجل يكتب فيه كل من أسلم لكن ذيك الأيام حول 4000 رجل أسلم عليه. ما شاء الله. أيوة فهي يعني هي بالنسبة له نافعة جدا لأنه يتكلم بعلم يعني. بعلم وخبرة صحيح. فإذا احتاج الإنسان للمناظرة يناظر لكن إذا ما احتاج الأصل الدعوة يعني شرح الإسلام وشو يعني وأركان الإسلام ومحاسن الإسلام وهذا أنفع لهم إن شاء الله خاصة في القرى يعني القرى غير ناس غير متعلمين صحيح في الغالب يعني.